Alfonso Davies, Sergio Busquets, ماركوس ليورنتي. ملعوبة إلى بوسكيتس. تحرك هجومي من سيتي. يفرض أسلوبه، يفرض طريقته، يسيطر على الكرة. ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة، والكرة عند لوثر ماتيوس. الآن بيرسل الكرة على الجناح. ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. لوثر ماتيوس يسترد الكرة في منطقته. إنسيني، وين روني؟ بهدوء يحافظون على الكرة. شوف الاستحواذ، شوف بناء الهجمة. متعة حقيقية في نقل الكرة بين اللاعبين. واضح التدريبات، واضحة بصمة المدرب. شوف الدقة، شوف التمرير. الله على هذه الكرات. تمريرات كثيرة في انتظار الفرصة المناسبة للانقضاض على المرمى. التيكي تاكا تأخذ مجراها. الجمهور في الملعب يقوم بدوره وبمهمته على اكمل وجه. دعم كبير والمباراه تقترب من النهايه. فريقهم قريب من الفوز. يبدو بان الجماهير تريد ان تنهي هذه المباراه قبل صافره النهايه. الان بدا العد العكسي، تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصافره. يعود للخلف ليحصل على الكره. ألفونسو ديفيز. ألا مع كيميتش. تمرير على الطرف. ديفيز. لورينزو إنسيني. حلو التدخل، لكن الكرة بتتحول إلى رمي تماس. إذا تبديل يجريه الفريق الآن. وين روني؟ إنسيني. فرصة للعرضية. تمريرات بشكل سليم، نقلات، تفاهم كبير بين اللاعبين في أرضية الملعب. جيمس تافيرنيه. الكرة تصل لكيميتش. ألفونسو ديفيز. ألا مع كيميتش. جيمس تافيرنيه. وين روني؟ ماركوس ليورنتي. ياني كراسكو. كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة. يا رب! أي لعبة وأي كرة! أي لقطة وأي لمسة! الكرة في المرمى! هدف ولا أروع الآن! راح نشوف الهدف مرة أخرى بداية من هذه التمريرة البينية. بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. إذا هذه صفرة نهاية المباراة، وينجح أصحاب الأرض في تحقيق الانتصار.